الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم اختي بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نشكرك الاخت بزاف. مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا. عندي بزاف الوصفات اللي بغيتي نعرف ان شاء الله. واخا نختار من دابا مابقاش الوقت بزاف. بيستوبيل كيتسمى بيستوبيل. اييه كيدار فوق لاكريم يزوقوا به يدار في لي طارتولي صغار. واخا ناخذ منك هذا الاقتراح ان شاء الله. نصف لتر ديال الحليب. سطرة الحليب اييه. 100 غرام ديال الشكلاط البيض اللي داير بحال الصدايف. حبيبات الشكلاط. و 6 ديال الجيلاتين. كناخذوا الحليب كنديروه كيفيض فوق البوطه كنزيدوا عليه داك الشكلاط. اييه. حتى كيذوب كنبقاو نحركوا باش ما كيلصقش في القاع ديال الاناء اللي دايرين فيه. مزيان حتى كنحسوا بعقاد شويه وكنزيدوا عليه جيلاتين. اييه. صافي ومن بعد كنصفي وهذا كديري به كيولي كلاصاج من الفوق اي إيه. حاجه بغيتي ديريها كيولي كلاصاج وتزوقي به اللي بغيتي. اييه كل مره يعني نزوقوا به واخا. ولا بغيتي ديريه في الالوان كتزيدي عليه اي ملون بغيتي كيعطيك اللون غوز موف اي لون بغيتي كديري. واخا الله يعطيك الصحه. ام ندى غادي تسمحي لي ما بقاش لنا الوقت ياك كنعتذروا منك.